منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا، وإليكم أبرز العناوين. التأكيد على ضرورة إرساء قواعد توثيق عصري بالاعتماد على الرقمنة، ووزير العدل يبرز دور الموثق في مجال مكافحة الفساد خلال أشغال الندوة الوطنية الأولى لمنتخبي هيئة التوثيق. حصيلة مخيفة لحالات الإصابة بفيروس كورونا وسط دعوات للتقيد بالإجراءات الوقائية، وإقبال واسع على الفضاءات العامة للتلقيح، وعمليات التطهير متواصلة عبر الوطن. وضمن عملية الإسكان الكبرى، تسليم قرابة 4000 وحدة سكنية من صيغة عدل بالبويرة وبومرداس. نشرة الأخبار تفاصيل، أهلا بكم مشاهدينا. والبداية بالنشاط البرلماني، حيث عقد أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بلغ خلاله أعضاء المكتب بقراره المتعلق بتوزيع المهام بينهم، وهذا طبقا لأحكام المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والتعليمة رقم 14 المؤرخة في 20 جويلية من سنة 2004، حيث أكد بوغالي أنه أخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والتخصص والشباب، داعيا الأعضاء إلى بذل الجهد من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني والاستجابة إلى تطلعات المواطنين ورفع التحديات. أكد أمس وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى لمنتخبي هيئة التوثيق، أكد ضرورة إعداد مدونة أخلاقية مهنة التوثيق لإرساء قواعد توثيق عصري توفر الأمن التعاقدي للمواطن وتحمي مركزه القانوني. وزير العدل حافظ الأختام أبرز أيضا الدور الهام للموثقين في معركة مكافحة الفساد بسلاح القانون. حمزة أحمد بالقسام يفصل. إرساء معالم جديدة لمهنة التوثيق تستجيب لتطلعات العاملين في المهنة وكذا المتعاملين الاقتصاديين عبر خارطة طريق تتمحور حول تعديل القانون المنظم للمهنة والنصوص التنظيمية، مع إدخال الرقمنة في العمل التوثيقي ووضع برامج تكوينية لفائدة الموثقين، هو ما أكد عليه وزير العدل حافظ الأختام. وعلى هذا الأساس سيتم بعون الله وضع إطار تشريعي وتنظيمي وفق مقاربة حديثة وشاملة للمهنة للانصهار في منظومة عصرية وفقا للمعايير الدولية في الأنظمة المقارنة، منظومة حديثة تلبي تطلعات الموثقين وتفتح لهم آفاق جديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتضمن لهم الحماية القانونية اللازمة باعتبار الموثق قاضي العقود يساهم بدور فعال في إضفاء الأمن القانوني على كل المعاملات التجارية منها أو تلك المتعلقة بالاستثمار وطنيا كان أو أجنبيا. وزير العدل حافظ الأختام أكد على وجوب تحلي الموثق بقواعد أخلاقية المهنة والمساهمة في معركة مكافحة الفساد. يجب التأكيد بأن الموثقين يقع على عاتقهم أيضا قانونا التبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد بمناسبة تلقيهم أي عقد من العقود المعروضة عليهم، وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة التي ظلت لسنوات طويلة تستنزف خيرات البلاد وتنخر اقتصادها قصد المساهمة في معركة مكافحة الفساد بكل أشكاله. وهنا مهمة الموثق تصبح أساسية لضمان هذه الوظيفة عن طريق تقديم المعلومات والاستشارة النزيهة والتأكد من صحة الوثائق ومطابقتها. الندوة كانت أيضا فرصة لطرح عديد الاقتراحات ترتكز في مجملها حول ترقية المهنة وحمايتها.
صحيا وبخصوص الوضعية الوبائية بالجزائر، سجلت 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة، فيما تمثل 617 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة التي تشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية. وفي سياق ذي الصلة وفي إطار الحملة الوطنية للتعقيم والتلقيح ضد كورونا، تتوصل عملية التلقيح بولاية سمسلت وسط وعي وإقبال كبير للمواطنين. المتابعة ليوسف تفر. تنسيق بين كل قطاعات الولاية لوضع استراتيجية موحدة وتنظيم محكم منذ الساعات الأولى من الصباح، وإقبال كبير من أبناء الونشريسي كبارا وصغارا، نساء ورجالا، من أجل مجابهة وباء قاتل لا يرحم. معظم الناس واعية، عارفة شرع على راه جاية وشرع هدير، والحمد لله راه ماشي الأمور في طريق حسن وسليم والحمد لله. الفاكسة هي وقاية وفي نفس الوقت حماية ليكون لنفسك كشخص، وبالإضافة لحماية العائلة. اللي يفهم الفاكسة مادام دخلت في الجزائر مليحة، تحميني أنا وتحمي عائلتي وتحمي الجميع. كيف الدولة حايرة من جيبتها بالدرهم وهنا ما نديروهاش حنا، جيبتنا بالدرهم وحنا ما نديروهاش هذا، نعرفوا خمسة كثيرة. من تطعيم ضد الكوفيد إلى حملة تعقيم واسعة شاركت فيها كل القطاعات الأمنية والمدنية من أجل توحيد الجهود لمجابهة كورونا. بعد اجتماع توصيات اللجنة العلمية الوطنية والتعليمات تاع الدولة في هذا الإطار بوجوب الوقوف في الميدان والعمل التحسيسي والتكثيف العمل الوقائي، ها نحن ربما ننتظر إن شاء الله أيام قليلة ونشوف النتائج ملموسة بانخفاض ملموس لعدد الإصابات ومعافاة كل المواطنين تبعنا. وعي كبير والتزام بالتدابير واحترام البروتوكول معادلة مهمة تسهر سلطات الولاية على تطبيقها من أجل صحة المواطنين. والمشهد نفسه بفضاءات التلقيح بولاية بشار. عبد الكريم أغرب. نحن الآن بمقر ولاية بشار، حيث حضرنا جانبا من عملية التلقيح ضد وباء كورونا التي لا زالت متواصلة. هذه المرة مست عمال الجماعات المحلية. التلقيح هذا مهم باش نقدروا نقضوا على هذا الوباء، وكذلك باش ما يكونش كاين انتقال للوباء في المديريات نتاعنا ولا في المؤسسات نتاعنا، وراح نوسعوها ان شاء الله في مختلف المؤسسات. وعي كبير ورغبة أكيدة لمسناها لدى كل العمال الذين تلقوا التلقيح، خاصة وأن كل الظروف مهيئة لتمكين المواطن من أخذ لقاحه. جيت اليوم ندير الفاكسة ضد الكوفيد 19، وننصح ان شاء الله كاع يجوا يديروا الفاكسة. قمنا بعملية التلقيح وهذه حاجة مليحة للمواطن باش يتفادى كل الشكوك. وننصح الشعب كامل باش ما يتبعش الإشاعات، الإشاعات راهي كثرة بزاف، وكل المختصين تقريبا ينصحوا باش الشعب يدير الفاكسة. ونظرا لانتشار هذا الوباء بات من الضروري تلقي التلقيح باعتباره وسيلة وقائية هامة تهدف إلى تأمين الجميع. ومن جهتها أطلقت أمس الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية بالتنسيق مع المصالح الصحية، نظمت عملية تلقيح وطنية على مستوى محطات النقل عبر الوطن. العينة من العاصمة مع آية حب. حركية كبيرة تشهدها المحطة البرية لنقل المسافرين بخروبة، ما استدعى فتح عملية التلقيح مع ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية. السنتر تاع لي فواياجور alors يسمى اوبليجين ديرها، لو 50 ولاية جزء منها يسمى تنجم تتقاس اي لحظة تقاسي. انا كنت متخوف منها صح صراحة، ومن بعد ما الوقت هذا شفت الناس قالوا لي بزاف اللي قالوا لي راهي مليحة مليحة باش ديرها، واليوم طلعت باش نديرها، لازم نديرها، بس كون راني متعرض عندي ولا عندي مرض مزمن. الوقايه نورمال، كل واحد وحده، ما كانش اشكال. ترفد 60 بلاصه. 60 بلاصه؟ ايه، ندير لها 28 بلاصه. نقصتوا لها؟ ايه، في النص. قامت اداره سوكرال بتشديد الاجراءات
انه ما نتكلموش غير على خروبه، نتكلموا على 80 محطه تابعه لسوغرال اللي راهي منتشره عبر التراب الوطني. وبين ملتزم ومتهاون ينصح القائمون على تسيير المحطة المركزية للعاصمة بالالتزام بالبروتوكول الصحي. السائق والقابض هما أول المسؤولين على عدم احترام لهذه الإجراءات. الفرقة المتنقلة للمراقبة هذه يتم من خلال تحرير محاضر للمخالفين وين فيها إجراءات إدارية قانونية صارمة وين يتم في بعض الأحيان وين سحب رخص الاستغلال للناقل. احترام التدابير الوقائية والتوجه نحو التلقيح يبقى السبيل الوحيد للسيطرة على الوباء. ومن كلية الطب دعوات لتعميم عملية التلقيح عبر جامعات الوطن. ليلى محتوت. إقبال طلبة كلية الطب على اللقاح يعكس روح المسؤولية والوعي لمجابهة كوفيد-19 الذي يعرف ملحا تصاعديا. رأينا فعالية اللقاح في الدول الأوروبية وكيف أنه من الجزائر وكل كل 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 الجزائريين يجب أن يتصرفوا بوعي، والتلقيح هو خطوة وعي. C'est le seul moyen يعني qu'il y a pour le moment pour se protéger de la maladie. كيجيو يديروا فاكسان هذا مكان باش يداووا باش ما يقيسوا صحابهم يماهم خوتهم. عملية التلقيح يسهر على إنجاحها طاقم طبي ستعمم عبر مختلف جامعات التراب الوطني. الطلبة راهم يجوا كاين واعي وهم يجيبوا من الأولياء تاعهم، قالوا لنا ولاوش عليه نجيبوا الأولياء تاعنا، قلنا لهم يا با بروبليم بور فاسيليتي لا تاش تاعهم. وراح تتمدد هذه الحملة حتى نلقحوا جميع الطلبة إن شاء الله على مستوى الوطني في كل الجامعات إن شاء الله. شفنا باللي فيه وعي كبير من طرف العمال أساتذة وطلبة فيما يخص هذه الحملة. فيروس الكوفيد لا يرحم، فبالتالي التلقيح يبقى الوسيلة الوحيدة التي نحمي بها أنفسنا. منحا تصاعديا لكوفيد-19 يجعل الجميع أمام تحديات ومسؤولية جديدة تتمثل في ضرورة التلقيح للحد من انتشاره. هذا وكشف أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا جمال فرار عن استلام وزارة الصحة قريبا لما يربو عن 3 ملايين جرعة لقاح مضاد للفيروس شهريا. وعبر الخلايا الجوارية تعمل وزارة التضامن الوطني على تحسيس الأسر بضرورة التلقيح من أجل ضمان حق الطفل في الترفيه. سماح حدد. توفير البيئة السليمة للحفاظ على صحة وسلامة الطفل هي ضرورة لا بد منها ووجب العمل بها. تعميم هذه الحملة، حملة التلقيح والتوعية عفوا، من خلال الخلايا الجوارية عبر كامل تراب الجمهورية، وإن شاء الله تتوج هذه الحملة بتلقيح شامل حتى نصل إلى الحصانة الجماعية التي ننشدها. ولأن الأطفال معرضون وهم كذلك الوباء، نشجع وزارة التضامن والثقافة والشبيبة والرياضة والصحة ووسائل الإعلام على توفير فرص التسلية والترقية للأطفال في الأحياء وفي بيوتهم وللتكيف مع الوضع حتى يستفيدوا ويتمتعوا قدر الاستطاعة بهذه العطلة الصيفية. بعد موسم دراسي حافل تأتي العطلة الصيفية المتنفس الوحيد للأطفال للترفيه والاستجمام. اليوم جيت لقيتهم يديروا في الحملة التوعوية تاع التلقيح، وباش لازم كل واحد يحس بلي فيها كوفيد-19 يروح للطبيب ويحمي عائلته، ولازم علينا نديروا الكمامة تاعنا باش نحموا رواحنا وعائلتنا. اليوم نحن الأطفال نوجه لآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولكل الساكنة بجزائرنا الحبيبة نداء العقل عبر رسائل الحب الأبدية التي نحلم بها تعم ربوع وطننا الحبيب. مستعدون نحن أن نضحي بحقنا اليوم في الاحتفال بالألعاب والترفيه لأجلكم، فهل تلبون نداءنا لحمايتنا غدا؟ هي رسالة أطفال يأملون في غد أفضل بعيدا عن الوباء. عشية عيد الأضحى المبارك ارتسمت أمس بسمة الفرحة على وجوه أزيد من 2000 مستفيد من سكنة عدل بولاية البويرة. المزيد مع وهيبة دندانش.
ولطالما انتظرنا هذه اللحظة الجميلة بكل صبر، ولنا الحمد لله نحن نستلم المفاتيح. 11 سنة وانا كارية، اليوم الحمد لله فرج علينا ربي. أنا فرحانة كثيرة وكي طاول السكنة لبني. مبروك على كل المكتتبين اللي داو واللي مازالوا، نقول لهم شوية صبر، الدولة راها قائمة إن شاء الله، اللي ما داش قاعد إن شاء الله. القطب السكني الجديد بمدينة البويرة يحمل اسم حي الشهيد أعمار محند أمشطوح، يتوفر على كل المرافق الضرورية. الفين على مستوى البويرة قطب جديد، و40 على مستوى بلدية حيزر. هو مشروع هيكلي وليس فقط موقع لإسكان 2000 عائلة جديدة. رحتم أنه فيه تجهيزات، رحتم أنه فيه طريق اجتنابي جديد يسمح بتحسين المرور حتى في المدينة إلى غير ذلك. سكنات كاملة. العملية تعد تكملة لعملية الإسكان الكبرى والتي سبقتها عملية تسليم مقررات استفادة من إعانات للسكن الريفي. وببلديتي زموري وولاد هداج بولاية بومرداس استلمت أمس أيضا أزيد من 1300 عائلة مفاتيح سكناتها المدرجة ضمن صيغة البيع بالإيجار. هشام سعدوتي. سي إسماعيل، وككل المستفيدين ينتظر هذه اللحظة استلام المفاتيح بشغف وفرح. عايشين في الضيق، كي يتزوج الإنسان يدير الأولاد يوقع عنده المشاكل، واحد يحوص يدير باش يدير اندوسي تاع لاديال باش يخرج من الضيق هذاك. مدة تاع في 2013 درت له الدوسي تاعي تاع لاديال، من هذاك الوقت الآن إن شاء الله وفرج علينا ربي، فتح علينا باب الخير، ونشكر الحكومة الجزائرية على الجهد اللي بذلته باش أعطتنا. البقية ممن حضروا اليوم مراسيم الحفل الرمزي أبدوا الارتياح والرضا. استنينا هذه السكنة، استنيناها بزاف، الحمد لله اللي مفرحنا ربي سبحانه، و ان شاء الله نتمنوا الناس قاعده تسكن سيرتو المكتتبين تاع اللي صبروا بزاف ان شاء الله. الحمد لله على هذه اللحظه هذه، ونهدي هذا المفتاح هذا لابي العزيز. داكور بابا، هذه تاعك. هذه العمليه هي تكمله لبرنامج احتفاليات عيدي الاستقلال والشباب قبل ايام. اشرفنا على عمليه توزيع ثانيه، وهي عملية توزيع رمزية ل 1347 مسكن وكالة عدل بصيغة عدل، موزعة على موقعين. الموقع الأول هو موقع بلدية ولاد هداج ب 670 مسكن، والموقع الثاني ببلدية زموري ب 677 مسكن. والعاقبة للبقية ممن ينتظر. في شأن آخر، وفي إطار المخطط الاستعجالي الذي سطرته وزارة الموارد المائية لمواجهة التذبذب في التزود بالمياه الصالحة للشرب، وتيرة متسارعة لاستكمال أشغال التوسعة على مستوى 4 محطات لتحلية مياه البحر بالعاصمة. ريبورتاج لمنال عبدش. إعادة تأهيل وتوسيع 4 محطات لتحلية مياه البحر لإنتاج إضافي يفوق 37,000 متر مكعب يوميا، واحد من البرامج الاستعجالية الثلاثة التي سطرتها وزارة الموارد المائية لمواجهة التذبذب في التزود بالمياه الشروب. الدولة شرعت في مشروع كبير على نطاق واسع على طول الساحل الجزائري، لامبلونتاسيون محطات تحليل المياه البحر لمواجهة التذبذبات المناخية التي أثرت على منسوب المياه. الأشغال التي انطلقت بهذه المحطات شهر مايو المنصرم شارفت على الانتهاء، منها ما سيدخل حيز الخدمة جويليا الحالية والأخرى شهر أوت القادم. يتم إنجاز 3 محطات ستاسيون مونوبلوك ديسالمون ديزو دو مير، الأولى بالشاطئ النخيل ب 5000 متر مكعب يوميا، ثانية في زيرالدا ب 10,000 متر مكعب يوميا، وعين بنيان 10,000 متر مكعب يوميا.
مجهودات كبيرة تبذلها السلطات لرفع عدد محطات تحلية المياه إلى 20 محطة في غضون 2030، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية للمياه ب 50%. وفي إطار جهود مكافحة حرائق الغابات، كشف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني كشف عن اعتماد مخطط جديد قائم على تعزيز اليقظة والعمل الجواري. المزيد مع محمد ياسين نقاش. أكثر من 260 بؤرة حريق أفقدت الجزائر، ما يقارب 8300 هكتار، 92% من هذه الخسائر كانت في ولاية خنشلة فقط. الغابه يعني من المفروض يديروا لها الترانشي بارفو، يديروا الطريق بزاف اللي يقطع مسافات اذا شعلت من هي تلحق لها ما تطيح. هذا العام يعني فريمون لي زانسوندي فولونتير نو زانكيت، وهو لو كا تاع حرائق تاع خنشلا جوستومون. هاكم شفتوا اكثر من 8000 هكتار كومام راحوا في هذا الولايه، وهي يعني سيت اون ولايه ابيتوالمون وين ما كانش بزاف الحرائق. اعتماد مقاربه جديده في مكافحة حرائق الغابات مبنية على الاستباقية والوقاية والتحسيس هو ما تسعى إليه وزارة الفلاحة بغرض مجابهة هذه الآفة التي لها أضرار على ثروتنا الغابية. أطلب منكم جميعا كهيئات تابعة للقطاع إلى مضاعفة الجهود للمراقبة والوقاية. وزير الفلاحة أكد أن الدولة ستعوض كل الفلاحين المتضررين من جراء الحرائق الأخيرة. وفي اليوم الوطني للطفولة تأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق من أجل ترقية الطفل، حيث أحيت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وبالتعاون مع هيئة اليونيسف المناسبة، وذلك بتكريم الأطفال الفائزين في مسابقة القراءة والرسم في طبعتها الثانية والتي ضمت 2000 طفل من مختلف ولايات الوطن. بهدف التصدي الأمثل لآفة المخدرات، أشرف أمس المدير العام للأمن الوطني فريد زين الدين بن شيخ بحضور والي العاصمة يوسف شرفة على تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة لمديرية الشرطة القضائية. المقر الجديد للمصلحة ذات الاختصاص الوطني والطابع العملياتي تم تزويده بجميع الوسائل اللوجستية والتقنية العصرية. هذه المصلحة المركزية ذات طابع عملياتي بامتياز، لها اختصاص وطني في مكافحة الشبكات المنظمة للاتجار غير المشروع بالمخدرات، تعمل بالتنسيق العملياتي مع مصالح الشرطة القضائية ل 58 أمن ولاية، وكذا مع مختلف الشركاء الأمنيين تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. وضمن مساعي التقليل من حوادث المرور، عززت مصالح أمن ولاية الجزائر من خرجاتها الميدانية التوعوية والرضعية. أمين شقبقب والمزيد. هي عينة من بين عشرات المخالفات المرورية المسجلة يوميا على مستوى طرقات العاصمة. خرجتنا مع مصالح الأمن وقفنا خلالها على استعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة، المناورات والتجاوزات الخطيرة، الوقوف على الشريط الاستعجالي وعديد المخالفات التي تسبب حوادث السير. الإنسان يسوقوا بالعقل، خدام ماكش، وكاين فامي يسناو فيهم، كاين عائلة يسناو فيهم، كاينين ولاد يسناو فيهم. ماذا بيا ناس نسوق بالعقل؟ ماشي هكذا يا الناس، الناس نيرفو في الطريق، الناس بزاف نيرفو، الناس ما تحترمش بعضها البعض. السبب الرئيسي اللي هو العامل البشري، كاين معنا زملاء شوافره يعني ربي يهديهم يمشيوا في الطريق، ماذا به غير يلحق، ما عندوش روح المسؤوليه الناس اللي راهي معاه. هذه الخرجات الميدانيه تهدف بالاساس الى توعيه السائقين بضروره احترام قوانين السلامه المروريه ثم ردع المخالفين. مع حلول موسم الاصطياف وكثرة الحركة وتنقل الأشخاص إلى الأماكن العمومية إلى الشواطئ، هنا المدير العام للأمن الوطني تقوم بإعداد مخططات خاصة. الأمر الأول هو الأمر التحسيسي التوعوي الذي يكون من خلال خارج الميدانية في الميدان، حيث نكون وجه لوجه مع المواطن من خلال تقديم إرشادات، من خلال تقديم نصائح
هناك الجانب الردعي وهو الجانب الثاني وهو كذلك وقائي من ناحيتنا، هو كذلك الجانب وقائي من خلال معاينة جميع المخالفات المرورية الخطيرة، معاينتها ثم توقيف السائق المركبة ثم اتخاذ إجراءات. الحصيلة الثقيلة لحوادث المرور المسجلة في الأيام الأخيرة تستدعي المزيد من الحرص والانضباط في السياق. هذا أعربت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها أمس عن أسفها الشديد من المنح التصاعدي لحوادث المرور، بد من تعاون الأفراد والمؤسسات على ترقية الثقافة المرورية وخصوصا لدى السائقين وغرس القيم الأخلاقية أثناء السياقة كالصبر والإيثار والإحسان. عشية عيد الأضحى المبارك حملات مكثفة لمصالح الصحة البيطرية بالنعامة للوقوف على سلامة أضاحي العيد والحفاظ على السواشي، والعملية مستمرة إلى غاية يوم العيد. المعاينة البيطرية للمواشي المعروضة للبيع على مستوى أسواق المواشي وعلى مستوى نقاط البيع المرخصة. البيطرة هذا اللي كيراهم يدوروا هنا في السوق، مصلحة للعياد اللي باغي يشري العياد ومصلحة لينا احنا. احنا هذه المراقبة اللي رانا نراعوا لها نتعاونوا في هذا الشيء، ده كاع رزق رانا فيه وكل حوايج رانا فيها. العملية من شأنها الحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامة المستهلك على حد سواء. دوليا الآن وفي شأن الصحراوي، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس والفرسية حسب البيان العسكري رقم 246 الصادر أمس عن وزارة الدفاع الصحراوية. هذا وقد استنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية استمرار تورط سفن أجنبية في نهب ثروات الشعب الصحراوي بالتواصل مع نظام الاحتلال المغربي، مذكرة بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية الذي لا يملك المغرب أي سيادة عليه. في الملف الليبي، عقد أمس مجلس الأمن الدولي اجتماعا مفتوحا على المستوى الوزاري لمناقشة آخر التطورات والمسار السياسي في ليبيا. وفي كلمته خلال هذه الجلسة، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة أن استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية أمر مرفوض. ومن جهته شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ليبيا لتجنب عودة البلاد إلى دوامة العنف. في النشرة أيضا، فيضانات في ألمانيا وبلجيكا، رقعة الحرائق تتسع في الولايات المتحدة الأمريكية، ووتيرة الفيروس المتحور دلتا تتسارع عبر العالم. أخبار دولية نتابعها بإيجاز مع نوال هدنة. فيضانات عارمة شهدتها أمس كل من ألمانيا وبلجيكا جراء الأمطار الغزيرة والتي هلك على إثرها 67 شخصا على الأقل، فيما أصيب العشرات بجروح واعتبر آخرون في عدد مفقودين، بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة. هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار تهطل الأمطار إلى غاية يوم الجمعة على أقل تقدير. وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا تزال سلسلة الحرائق المهولة متواصلة غرب البلاد، وجهود رجال الإطفاء لم تتوقف لإخماد النيران المشتعلة نظرا لارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة الغير المسبوقة. وفي ظل الارتفاع الرهيب لعدد الإصابات في العالم بكوفيد-19، أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور دلتا من فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة وموجود في أكثر من 100 دولة، مما يستوجب التلقيح للتخفيف من عدد الإصابات. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ليلتكم هادئة والسلام عليكم.